تبعات تحرير 6 من الأسرى الفلسطينيين أنفسهم من سجن جلبوع ما تزال تلقي بظلالها على المؤسسات الإسرائيلية بكافة تفرعاتها، إذ دهمت قوات معززة من جيش الاحتلال منازل عدد من الأسرى وعاتت فيها خرابا، ولا سيما في عرابة وعنين ويعبد قرب جنين قبل أن تعتقل عددا من ذويهم. والله استفكينا الصبح الساعة 5 صباحا، ولا جنود القوات الإسرائيلية دهم المنزل مصطحبين مع الكلاب البوليسية وكانوا عملية التفتيش والتنكيل والصراخ داخل المنزل، ثم اصطحبوني معهم وضعوا الكلبشات ونقلوا إلى حادث دوتين ثم إلى المعسكر العسكري، هنا كان باستجوابي. مواجهة بين الشبان وقوات الاحتلال وقعت في مناطق متفرقة في محيط جنين أدت إلى عدد من الإصابات، فيما أعلنت سلطات الاحتلال تكثيف جهودها الاستخبارية في محيط المدينة. لذلك لا يوجد خيارات سوى مواصلة عملية البحث، البحث عن خطأ قد يقع به هؤلاء الأسرى، وأيضا نشر قدر الإمكان من القوات والمخبرين وأدوات التنصت. سجون الاحتلال تشهد حالة من التوتر في ظل إجراءات القمع التي تمارسها مصلحة السجون ضد الأسرى الفلسطينيين، ولا سيما ضد حركة الجهاد الإسلامي التي هددت بالرد والتصعيد. كل الأسرى أبلغوا إدارة السجون في كل السجون بأنهم لن يسلموا ولن يستسلموا لهذه الإجراءات، وأن عليهم كف يدهم، وإلا فإن الحركة الأسيرة مجتمعة يعني على اختلاف الفصائل مجتمعة سوف تتخذ إجراءات منسقة ومتناغمة وعلى قاعدة عمل مشترك وعمل موحد في مواجهة هذه الإجراءات القمعية. إسرائيل فرضت حظرا على نشر أي معلومات حول عملية تحرير الأسرى أو نتائج التحقيق، كما نشرت المئات من حواجزها في مدن الداخل وعلى حدود فلسطين المحتلة. عملية الدهم والتفتيش التي تنفذها قوات الاحتلال تعكس حجم حال التخبط التي تعيشها محاولة الوصول إلى طرف خيط يدلها على مكان تواجد المحررين الستة. نسر سلمي، رام الله، الميادين.